هذا شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما غدرك عاجل بشرى المؤمن. يعني أنت مع السرور، ما عندك مشكلة؟ أنا ما عندي مشكلة، الواحد يفرح لو يكسب صديق واحد، ما عندي مشكلة. هذا إذن تبرير لمن أرسل يقول ليش الشيخ سلمان حط احتفال وتقطيع التورتة بالمليون الأول؟ ما عندك مشكلة؟ أنا ما عملت أول شيء هذا. إيش ليش انتشر هذا؟ هذا يعني أو جهة أخرى طبعا أحد عملها، أو خلني أقول أنه بنتي عملت الشيء هذا. وطبيعي أنه أنا يعني أيضا ما أعتقد أن هناك مشكلة، سأصنع مشكلة أو أرفض هذا الشيء. ولكنني أعتقد أن القصة يعني نحن لا نريد أن نغالط الحقائق. تمام. إن الإنسان سيفرح بكثرة من يستفيدون منه أو من يتأثرون به، وأيضا حتى ترى عملية الاعتدال، حتى أكون معك صريح يعني عملية الاعتدال في النظر إلى الناس وإلى الأتباع، هذه عملية ما تنضج عندك بين يوم وليلة، تحتاج إلى وقت. تحتاج إلى وقت، يعني الإنسان لما يكون داعية في مقتبل عمره يفرح كثيرا بالأتباع، ويفرح بالحضور، ويفرح بالشهرة.